لا بكره الصبح لا رحت المكتب حجز لي تذكره لابو ظبي. لا لا الخميس لا تنسى. يلا يلا مع السلامه. ها حبيبي ولهت عليها؟ بتسافر لها ولا بتروح هناك بعيد عن جواسيسي؟ ولا ماجر لها بيت بالامارات؟ والله اظن لو بغيت اتزوج مره ثانيه عليك اظن ان عندي الشجاعه والقدره اني اعترف. انت ناسي ان الشركه فرع ثاني بالامارات؟ وشلون انسى؟ والشركه وفروعها لابوي. وهذا انا قاعد اكرف ليل نهار علشانك انت مع ابوك. صح مره. والدليل ان عماره السود مصاعدها خربانه من يومين. وابوي مريض بنفسه راح لها اليوم علشان يشوفوا سالفتها. معذور، انت معذور يا منصور. انت فاضي تلحق الخرابيط هذه؟ مشغول يبا مشغول، علامك انتي، مشغول، الف شغله وشغله براسي، نسيت ما يصير يعني. وعلى العموم حقك علي لا تزعلي. باكر الصبح اروح بنفسي واشوف سالفه المصاعد. اوامر ثانيه؟ ايه اللي ماخذ عقلك. لازم يروح حق امه، يقدم التقرير ويسمع التوجيهات. خلاص عندي امه. خير يما فيك. يا منصور، عجوز مثلي مشلوله وراقده بفراشه وتاكل لها باليوم 20-30 حبة دواء. شو اللي بتشوفه بعيونها غير الدموع والتعب؟ خير يمه، أنا مقصر معاك بشيء؟ لا لا بعد عمري، عسك على القوة يمه. أنت ما منك قصور، بس أقول منصور. خير يمه، ودي أطلب منك طلب. حاضر، طلب عيوني لك. تسلم عيونك يا حبيبي. أنا ودي يا يما أروح المستشفى وأكمل علاجي هناك. حاضر يما، أنا مستعد أوديك أي مكان تبينه. بس قبل شهر لما كنت في المستشفى ما ارتحتي وأصريت إنك ترجعين البيت. لا توديني نفس المستشفى. أنت وعدتني تشوف لي مستشفى ثاني ودكتور غير. اللي تامرين في يما، حاضر ولا يهمك. بس اعطيني مهله يوم ولا يومين ان شاء الله اشوف لك احسن مستشفى واحسن اخصائي. عساك سالم يا ولدي. الله لا يخليني منك يما. زين امه، تبي شيء؟ ابي سلامتك. روحي ما غير ثيابك وارتاح. ان شاء الله يما ان شاء الله. ما تشوف ان شاء الله. الله يديرك عنك. إن سبق واخذت امك لندن وجلست بالمستشفى هناك اكثر من شهرين، فحوصات وتحاليل واكبر الاخصائيين، وكل هذا ما جاب نتيجه. ودخلت المستشفى هنا اكثر من مره وحالتها على ما هي. اجليتها بتروح المستشفى ولا السالفه شمت هوا ومصاريف وبس؟ شمت هوا ومصاريف يكون بعلمك. علاج امي من فلوسي ومن حسابي. اي حسابك كويس، كنت نسيه؟ أنا لو كنت أشتغل فراش عند أبوك من 10 سنين كان الحين صار عندي رصيد. تناسي أني قاعد أبوك شهرين يتحايل علي علشان هيد شغلي وأجي أشتغل بالشركة؟ كنت أنا ورا كل هذا، جابك وسلمك إدارة مؤسسات وحلال علشاني أنا. وأنت الصادقة، أبوك ما سلمني الخيط والمخيط إلا لما كان واثق مني من أمانتي ومن كفاءتي. وعلى العموم لا تزعليني يا حبيبتي. خلاص شوف لكم واحد ثاني يشتغل عندكم عشان تعايرونه بحلالكم وأموالكم وأفضالكم عليه. يهدد وهو يدري إنه أبوي ما لغنات عنه. أشتغل خباز ولا سواق أفضل لي من إنك تعايريني بالفلوس اللي علشت فيها أمي.